بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعي قناتي قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. الحقيقه بقى لنا اسبوع في اكتر من موضوع مثير للجدل على السوشيال ميديا. النهارده هنتكلم عن الموضوعات دي وهنشوف ايه اللي حصل واثاره الجدل دي ليه. الموضوع الاول اللي هنتكلم عنه هو موضوع زواج الحاجه سندس او امراه تونسيه. الحاجه سندس يوم 31 تحديدا يوم السبت هتتجوز من 2 رجاله، وطبعا السوشيال ميديا او الناس والجمهور المصري والعربي اول ما سمع الموضوع ده الدنيا قامت ما قعدتش. ايه الموضوع وتفاصيل الموضوع ايه هنتعرف عليها النهارده من خلال حلقتنا. الفقره الثانيه النهارده في حلقتنا هنتكلم عن الاعلاميه ياسمين عز. ياسمين عز دايما تثير الجدل، وفي اخر حلقه ياسمين عز اثارت الجدل بتصريحاتها عن الفنانه ناديه الجندي. مين مننا ما بيحبش ناديه الجندي؟ ناديه الجندي فنانه جميله الكل بيحبها، لكن ناديه الجندي نشرت بعض الصور، الصور دي استفزت الجمهور جدا. الشيء الغريب بقى ان ياسمين عز خرجت دفعت عن ناديه الجندي بعد نشر صورها دي. الصور دي فيها ناديه الجندي صغرت حوالي 100 سنه او اكتر، ولكن المشكله مش انها صغرت او ان الصور دي بتقول ايه، المشكله ان الصور دي استفزت الجمهور. ظهرت ناديه الجندي في الصور بشكل عادي شويه وبشكل مش مناسب لسنها. هنشوف طبعا مع بعض الصور وليه ياسمين دفعت عن ناديه، ويا ترى دفعت وقالت ايه. ده الامر اللي استفز الجمهور وطالب عدد من الجمهور بوقف برنامج ياسمين عز كلام الناس. الموضوع الثالث اللي هنتكلم عنه هو رانيا يوسف. رانيا يوسف على نفس منوال ياسمين عز، ولكن ياسمين في الاعلام ورانيا طبعا في التمثيل، وده لان بنت رانيا يوسف برضه نشرت صوره شبه عاريه، الصوره غير لائقه ابدا. والغريبه بقى ان رانيا يوسف دفعت عن الصوره دي. اثارت الجدل رانيا يوسف بكلامها عن ربنا، قالت ان هي مش بتخاف من ربنا. معقوله في حد مش بيخاف من ربنا؟ طب ايه تفاصيل الموضوع؟ ايه الحكايات دي كلها؟ كل الموضوعات دي هنتناولها النهارده مع بعض في الفيديو. هنتابع مع بعض الفيديو وبعد الفاصل هنرجع لكم مره ثانيه، ولكن ما ننساش طبعا نضغط لايك للفيديو. اهلا وسهلا بكل الناس الجميله والجديده معانا، نرجع لكم مره ثانيه بعد الفاصل. الحاجة سندس يوم السبت اللي جاي تحديدا يوم 31 يناير هيتم عقد قرانها على 2 من الرجالة زوج زي ما بتقول باللهجة التونسية في نفس اليوم. مدوبهم 2 بالشطة والفلفل يا ستي. امال الامر ده اثار السوشيال ميديا والجمهور كله في مصر والوطن العربي. علينا بقى فيديو على التيك توك وبتقول ان هي سعيدة جدا. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف الكلام الجنان. كلام غريب جدا. سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، كم أنا سعيدة. لحد هنا موضوع الحاجة سندس مخلصش، ظهرت واتكلمت عن العدل وقالت ان كل واحد من عرسانها عارف اللي ليه واللي عليه، وهي سعيدة جدا. وقالت في الفترة اللي جاية هتظهر مع أزواجها، هتظهر مع عرسانها قبل يوم 31 يناير، هتظهر مع عرسانها قبل يوم 31 يناير يعني قبل الفرح، وكلنا طبعا منتظرين. هل تعتقدوا ان هي فعلا هتتجوز 2 ولا ده مجرد عرض او شو علشان تكتسب متابعين؟ وطبعا ده كان رأي بعض الناس او الجمهور ان هي بتعمل كده بس علشان تكتسب متابعين على التيك توك. ولكن الحقيقة اللي بتعمله الحاجة سندس ده يعتبر جنان، وده لان ده حرام في ديننا الاسلامي، وطبعا هنا القانون المصري بيمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم. المرأة ما تقدرش تتجوز اكتر من واحد، وده للحفاظ على اختلاط الانساب يعني للحفاظ على النسب، ديننا منع كده. كمان الحفاظ على المرأة صحيا، ده لان المرأة اللي بتقيم اكثر من علاقة مع اكثر من رجل بتصاب ببعض الامراض التناسلية اللي كلنا عارفينها. الحاجة سندس تقريبا اتجننت. كمان عارفين ان في تونس من حوالي 60 سنة واكتر ممنوع تعدد الزوجات، فما بالك بقى بتعدد الازواج. لكنها استغلت ثغرة موجودة في القانون التونسي وهو ممنوع تعدد الزوجات، وما اتكتبش ممنوع تعدد الازواج، علشان كده هي عايزة تتجوز 2. استغلت الثغرة دي. الجمهور طالب بوقف الحاجة سندس وسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة معاها وسرعة تغيير مثل هذه الفقرة في القانون التونسي. طبعا في الايام اللي جاية هنشوف ايه اللي هيحصل، واذا كان فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا، هل فعلا هتتجوز 2 ولا ده مجرد عرض او شو. طبعا انا مستنيه اسمع رايكم في كلام الحاجه سندس وفي جنانها. وده كان بالنسبه لفقره الحاجه سندس. تعالوا مع بعض بقى بعد الفاصل نشوف الفقره اللي بعد كده. الفنانه ناديه الجندي زيها زي اي فنانه بتصور جلسات تصوير وبتنزلها على حساباتها على السوشيال ميديا. ظهرت ناديه الجندي بالصوره اللي انتم شايفينها، يمكن اكتر من صوره على حسابها على الانستجرام،
وهنا الجمهور قالوا ان ناديه الجندي ما شاء الله صغرت جدا وشكلها جميل جدا وتغيرت خالص، واثنوا طبعا على شكلها، ولحد هنا كان شيء جميل جدا. لكن الجمهور لفت نظره ان الفستان اللي لابساه ده ما ينفعش ان هي تلبسه، وده لان سنها تعدى 76 عام، لكن المفروض ان هي تاخد بالها من اللبس اللي هي بتلبسه. وانتقد الجمهور ناديه الجندي، وهنا طبعا ياسمين عز خرجت علينا وماشيه زي ما كلنا عارفين بمبدا خالف طار. خرجت بقى علينا ياسمين عز وقالت اننا بنثني دايما على شكل الفنانات اللي بره، لكن عند ابناء بلدنا ما بنشجعهمش، وقالت ان احنا المفروض ندعم بنتنا، وبنتنا هنا المقصود بيها طبعا ناديه الجندي. ومن هنا بقى الجمهور انتقد ياسمين للمره المليون، دايما بتطلع تصريحات الحقيقه مستفزه جدا. كلنا عارفين الفنانه ناديه الجندي لها تقدير ولها احترام كبير جدا، سنها تعدى 76 عام، لكن ياسمين عز بتوصفها ان هي بنتنا وبتقول لازم ندعم بالمثل، وقالت انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. مش عارفه ايه دخل المثل ده الحقيقه في انتقاد الجمهور لناديه الجندي. يا ستي احنا بنشجع الناس اللي بره، وده لان طبيعه شغلهم او طبيعه عملهم والبيئه اللي عاشوا فيها بتستوجب عليهم يلبسوا بالشكل ده، لكن عندنا وفي مجتمعنا الشرقي ما ينفعش ان احنا نظهر بالمظاهر دي، لازم طبعا ناخد بالنا من لبسنا، لازم ناخد بالنا من جلسات التصوير، من كل تصرف احنا بنقدمه، وخصوصا اذا كان فنان او فنانه في مكانه الفنانه ناديه الجندي. وده ردي على ياسمين عز، هسيبكم انتوا بقى تردوا عليها من خلال التعليقات. من هنا بقى طبعا خرجت مطالبات كتير جدا بتطالب بوقف برنامج ياسمين عز، لان هي دائما ما تثير الجدل ودائما ما بتطلع تصريحات الحقيقه بتكون مستفزه جدا. واحب ارد على ياسمين عز بحاجه تانية واقول لها بنت الفنانه رانيا يوسف خرجت بفستان طبعا كان عالي شويه، هنعرض لكم صورته دلوقتي، هو الفستان اللي انتوا شايفينه معايا دوت. طبعا الجمهور برضو انتقد بنت رانيا يوسف على الرغم ان سنها صغير، يعني الموضوع ملوش دعوه بالسن، وده لان كمان ياسمين قالت يا ريت الستات اللي شايفاها بتعمل كده وان هي مهتميه بجمالها ومهتميه باناقتها تعمل زيها. ما قلناش حاجه، الاهتمام بالجمال والاناقه شيء، وان احنا نظهر بفساتين عريانه او ان احنا نصور جلسات تصوير بالشكل دوت ونظهرت بيه الفنانه ناديه الجندي طبعا شيء غير لائق. كمان الجمهور انتقد بنت رانيا يوسف على الرغم ان سنها صغير، ولكن الشيء الغريب برضو من رانيا ان هي شجعت بنتها وقالت ان هي فخوره بيها، وفي نفس الوقت الجمهور برضو خرج وانتقد رانيا يوسف. وطبعا رانيا يوسف ما كانش ده اول طبعا انتقاد ليها، رانيا يوسف ماشيه على نفس مبدا ياسمين خالف تعرف، او ان هي تطلع ببعض التصريحات او تطلع ببعض الملابس الجريئه شويه علشان الجمهور يتكلم علشان تركب الترند، وكلنا عارفين الموضوع ده. المفروض تقول بنتها ان ده شيء غلط، لكن الغريب في رانيا ان هي بتقول ان الملابس بتاعه بناتها حريه شخصيه، لكن الحقيقه مش حريه شخصيه، لان الام لازم توجه بنتها التوجيه الصحيح، ما تلبس، ما حدش قال لها ما تلبسش، تتشيك، تخليها أنيقة، لكن يكون في حدود، تظهر بمظهر لائق، ما ينفعش ان هي تعبي جسمها بالشكل ده. طبعا ده شيء مخالف جدا لديننا وضميرنا والاخلاقنا والعادات والتربية اللي تربينا كلنا عليها. لحد هنا النهاردة بشكر كل الناس الجميلة اللي سمعت معايا الفيديو لغاية الاخر، وبشكر كل الناس اللي بتسأل عليا دايما. ان شاء الله اتمنى دايما ان اقدم لكم كل جديد واكون عند حسن ظنكم. انتظروني في خبر اخر وترند اخر وموضوع اخر من قناتنا ياسمين في اليوتيوب واخبار اليوتيوب.